السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع وإياكم هنا في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع لشوطنا السابع، وشوط مخصص للبكار اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات، وشوط الانتاج والمنتجين وجائزة هذا الشوط في لاند كروزر بكابل الفائز بالمركز الأول. نتابع وإياكم هنا المقدمة والصدارة والمتابعة والإثارة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان أيضا مهرجان الأمير هنا في هذه اللحظات. نتابع وإياكم المقدمة مع فزعة وفزعة يا فزعة على المركز الأول، يا فزعة على المقدمة، نتابعها في هذه اللحظات هنا مع المقدمة والمركز الأول لخليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. نتابع فزعة اللي بالمركز الأول وأيضا منفردة بكادر لوحدها بانطلاقتها على المقدمة وفي الصدارة، نتابعها هنا مع هذا الشعار، شعار النار على علم بهذا الحرف، حرف الكي، يا سلام بانطلاقة هذه الاندفاعة هنا بهذا الشعار العنابي، شعار أيضا هنا العطية متواجد برفقة أيضا فزعة في هذه اللحظات بينما المركز الثاني والمركز الثاني ومن تصلنا هنا. نتابع اللي واصلة اللي هي الفائزة لطالب بن عنتر بن كردي المنخس على المركز الثاني في هذه اللحظات، المركز الثالث ومن تصلنا هنا كوايل لحسن بن محمد بن راشد بن محمد الصعاق المري على المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع. نتابع هناك المركز الرابع مزاحمة لغانم بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين وبقيادة فهد بن سيف أيضا من يرافقها ويتابعها في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس ومن تصلنا على المركز الخامس العزوم لخالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، الخمس المراكز الأولى، يا السلام على انطلاق المقدمة وانطلاق فزعة أيضا، من أيضا هناك في مقدمة الشوط منفردة كليا مبتعدة عن الجميع بكادر لوحدها. الله يا فزعة يا فزعة يا فزعة يا فزعة على المقدمة وعلى الصدارة منطلقة ومندفعة، يا سلام على هذا الأداء، أداءها ومرواحها على أيضا الانطلاق في المقدمة وعينها على السويك، عينها على السويك، يا سلام يا سلام يا العطية، يا سلام يا راعي فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية على المركز الأول وعلى المقدمة مندفعة ومنطلقة. نشاهدها نشاهدها بانطلاقتها القوية ومهرجان سيف أمير البلاد المفدى هنا في هذه اللحظات، نقطة هذا أيضا الختامي، نقطة هذا الأداء والانطلاق والاندفاع. نتابعها منطلقة فزعة بينما المركز الثاني، المركز الثاني الفائزة طالب بن عنتر بن كردي المنخس على المركز الثاني والمركز الثالث. نتابع هنا القدوم من مزاحمة، مزاحمة لغانم بن سيف محمد آل بو سعيد الخيارين على المركز الثالث، المركز الرابع في هذه اللحظات. نتابع هناك هوايل حسن بن محمد بن راشد آل الصعاق على المركز الرابع، المركز الخامس من غيرت هنا أيضا العزوم، العزوم لخالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيمي ووصول شعار بن سالمين، بن سالمين مع أيضا هنا ضربة، ضربة لحمد بن محمد بن حمد بن سالمين هنا مع المركز الخامس. هذه النتيجة ولكن الله يا فزعة يا فزعة يا فزعة على المركز الأول هنا بانطلاقتها واندفاعتها بالمركز الأول مع شعار العطية على المقدمة منطلقة، ولكن أرى هنا القدوم أيضا في هذه اللحظات والأسماء المنطلقة، ولكن الله يا الفائزة على المركز الثاني، الفائزة مع مالكها طالب بن عنتر بن كردي المنخس على المركز الثاني، المركز الثالث. نتابع هناك مزاحمة لغانم بن سيف محمد أبو سعيد الخيارين المركز الرابع، هنا العزوم خالد بن محمد بن ناصر الجبر النعيم المركز الخامس أيضا والوصول مع أيضا ضربة لحمد بن محمد بن حمد بن سالمين، ولكن بنعود إلى فزعة، بنعود إلى فزعة اللي قامت راس وعينها على الناموس وعلى السويك. الله وركز يا راعي فزعة، ركز يا راعي فزعة مع انطلاقتها مع 1200 متر الأخيرة مقبل أيضا على بوابة الكيلو، بوابة الكيلو المتر الأخير. الله
يا بن سالمين يا بن سالمين يا جار الله يا بن حمد ويا عبيد يا سلام. ركزوا ايضا وركز يا المالكي ركز يا المالكي هنا بانطلاقتها مع المركز الثاني غيرت على المركز الثاني منطلقه ومندفعه وشوط الانتاج شوط الانتاج والناموس غالي الناموس غالي ولكن الله يا فزعه فزعه يا فزعه فزعه على المقدمه ولكن ال 700 متر الاخيره ال 700 متر الاخيره الخطيره ولكن الله الله يا ضربه 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 قادمه الله يا ضربة ضربة اللي على المركز الثاني بن سالمين بن سالمين أرى شعار بن حفيظ قادم شعار بن حفيظ قادم على المركز الثالث الله يا سلام ولكن الله هنا المقدمة والصدارة فزعة فزعة وضربة ضربة وفزعة فزعة وضربة يا سلام السيارة اللاند كروزر البيكاب بالانتظار ال 400 متر الأخيرة فزعة فزعة ضربة 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 فزعة فزعة يا سلام يا سلام يا ضربة يا بن سالمين الله على هذا الأداء على هذا الناموس الله يا ضربة ضربة غيرت غيرت ضربة في هذه اللحظات انطلقت ضربة انطلقت مع المقدمة سلام يا بن سالمين سلام يا راعي ضربة سلام على هذا الأداء حمد بن محمد بن حمد بن سالمين هنا المري يا سلام وبقيادة أيضا المالكي هنا في هذه اللحظات ولكن هناك أيضا في المنافسة ولكن تهانينا 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 لبن سالمين على هذا الفوز فوز ضربة لحمد بن محمد بن حمد بن سالمين والتهنية وصول لجار الله بن حمد وعبيد بن حمد أيضا على هذا الفوز بينما المركز الثاني وصلت فزعة اللي أيضا ما قصرت الخليفة بن علي بن حمد العطية المركز الثالث المركز الثالث وصلت الذيبة لعبد الله بن ناصر بن حفيظة الحفيظة المركز الرابع المركز الرابع وصلت شقرة لمحمد بن بخيت بن ذوين الجربوعي المركز الخامس المتحدة لعلي بن راشد بن حمد البريص المري شاهدنا ضربة شاهدنا ناموسها شاهدنا أداها وتميزها أمام الأمتار الأخيرة تهانينا لمالك ضربة أيضا محمد بن حمد بن سالمين والتهنئة وصل لجار الله توقيت الزمن 7:31 وأربع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس أيضا التهنئة أيضا موصولة لأيضا من يقف خلاف أيضا شعارها هناك المالكي أيضا يستاهل الناموس بينما المركز الثاني وصلت فزعة توقيتها الزمني 7:31 وتسع أجزاء من الثانية تهانينا والناموس أيضا لمالك فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية المركز الثالث من وصلتنا في الأبتار الأخيرة المركز الثالث وصلت الديبة توقيتها الزمني 7:34 ثلاث أجزاء من الثانية تهانينا والناموس أيضا لمالك الذيبة عبد الله بن ناصر بن حفيظة الحفيظ المري